ما تعرفوش في الاكل. حاضر. خلينا اصرف كده ببيت طويل عريض ومخلف تحت، لا بيصد ولا بيرد. يا ما انت هتطفحني اللقمه اللي باكلها ليه؟ شوف الواد بيرد عليا ازاي. ما انت قليل الحياه، ما بتحسش انت ومراتك فاتحين بقك وعمالين تحس في الاكل. قومي يا وليا قومي، ده هيقتتني على بجنيه فول. مالكش حق يا راجل، تعالى يا بلال كمل عشا. شوف الواد بيصد الباب ازاي، ما هو مش حاسس بحقه. ولا يهمك يا اخويا. حلو بجد. اقعد كلك لقمه. وما خلاص هيورثيني بالحياه. هو حد يا اخويا بعد الشهر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقه دي غيري انا وابنك اخر العنقود ده؟ هو عاوز مني ايه؟ مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده. خلاص بقى يا بلال، مهما كان ده ابوك برضه. هو على الاقل عد يعرف يتصرف. بتنيم الواد بقى لحسن الواد ده اكتر مزاجه. ما هو عارف انها ملطشه معايا، بيذلني عشان لقمه بيطفحاني. امال لو زي الناس اللي سايبه لاولادها بيوت وفلوس كان عمل فينا ايه؟ هي ام وائل اللي قاعده جنبه دي هي اللي مقويها عليك. ده انا لسه الصبح سايب له 50 جنيه، لحق ينساها بالليل، طب اعمل ايه؟ اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش. خلاص بقى يا بلال، اقعد كلك لقمه عشان خاطري وصلي على النبي كده. عليه الصلاة والسلام. معلش يا ريت، أنا مخنوق ومليش نفس وعايز أخرج. وماله؟ أخرج يا أخويا، أخرج.